ألبي احتياج التواصل والدعم بأننا أبدأ أحل مشاكلي. إيه علاقتهم ببعض؟ في سنة لله في الأرض إن ربنا قهر القلوب، إن اللي بيحل مشاكله الناس بتجري عليه تقف جنبه بقلبها، إن لما يكون إنسان بيسعى فعلا في حل المشاكل وجاد إنه يتحمل مشاكله وفي صمت تلاقي ربنا سخر له الناس. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما تعرفش الناس عرفت منين إنه هو عنده مشكلة، وتلاقي الناس بتتكلم وبتجمع وبتقف معاه وبتفكر له ورايحة تسنده تتواصل معاه وتدعمه بمنتهى القلب، وهو ما طلبش من حد حاجة. ترتيبة رب العالمين في الكون. وربنا قال لنا في سورة ياسين عن راجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. جاي ليه؟ جاي بيقول يا قوم اتبعوا المرسلين. هو شايف ان فيه نبي بيكلم الناس والناس مش مستجيبة، فهو حس ان الراجل في أزمة فجاي بيجري علشان يوقف معاه. يا جماعة خليكم معاه، اوقفوا جنبه، فربنا هيبعت لك الجنود اللي توقف معاك وقتها من غير ما تتكلم ومن غير ما ترمي المشاكل على الناس ومن غير ما تطلب الدعم. هيحصل التواصل وهيحصل الدعم وهيلبى عندك هذا الاحتياج. ومن الحاجات كمان اللي تشبع هذا الاحتياج اللي هو الدعم في صورة التواصل، انك تتواصل مع الناس دون طلب مساعدة. يعني بلاش لما تكلم حد انا عندي مشكلة ومحتاج مساعدة، تكلم معاه عشان تتكلم معاه. خلي نيتك الفضفضة وفتح القلب وانك فعلا عايز تتواصل معاه بشكل مباشر، فتشبع عنده احتياج التواصل فيشبع عندك احتياج التواصل. وعلماء النفس كانوا على طول بيوصوا انك تتواصل مع اللي بتحبه واللي بيحبك. من القنوات اللي تشبع بيها احتياج التواصل والدعم انك تدعم الاخرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو ما دام العبد في عون أخيه. يعني أنت هتروح تدعم الناس عشان تتواصل معاهم، هتلاقي ربنا بيدعمك، يبعت لك ناس تتواصل معاك كأنها دايرة. ابدأ التواصل والدعم من عندك فالدايرة تدور وتجيلك. اعطي ولو حتى عندك قدر قليل. وساعات لو أنا الاحتياج عندي غير مشبع، التانك مش مليان، التانك فيه نسبة قليلة، طلع من القليل ده. نفس منطق الصدقة، طلع من القليل ده للآخرين ربنا يرجعه لك أضعاف، فيحصل إشباع لهذا الاحتياج. من غير ما تشتكي ولا ترمي همومك ولا حمولك على الناس، فالناس تتواصل معك وتدعمك. واللي يشبع هذا الاحتياج برضو القنوات اللي تشبع هذا الاحتياج، انك تراقب الرسائل الربانية، لان ربنا بيتواصل مع العبد وبيدعمه طول الوقت، لكن احنا بنكون مش قاريين الرسائل دي، مش شايفينها. محتاجين بس نبدأ نركز معاه، وبالوقت هنبدأ يبقى عندنا حساسات تلقطها ونشعر بيها. رب العالمين بيبعت لعباده رسائل عن طريق كتابه القرآن، وربنا قال كتاب أنزلناه إليك، في رسائل ليك أنت، ليتدبروا آياته، عشان يتدبروا الآيات ويعرفوا أنا عايز أقول لهم إيه. فربنا بيتواصل معك عشان يدعمك في حياتك كلها، بس أنت أقف على كتاب الله، وقف على المعاني الربانية اللي ربنا بيقولها لك. وربنا بيتواصل كمان مع الإنسان عن طريق الخلق، عشان كده بيقولوا الخلق ألسنة الحق. ساعات شخص يكون قاعد معاك يقول لك جملة بس، يرجعك في حاجة، يقول لك نصيحة، يقول لك معنى، ساعات احنا نتاخد ونتضايق. والحقيقة ان كلامه ده مش منه، كلامه ده رسالة من الله ليك. ربنا كان بيتواصل معاك وبيدعمك عن طريقه. والدليل على الكلام ده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة كانوا قاعدين معاه وعدت جنازة، فقالوا له الراجل ده من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ قال لهم روح اسألوا الناس اللي في الجنازة. فرجعوا قالوا بيقولوا إنه هو راجل كريم وطيب وجدع. قال إذا وجبت له الجنة. إيه ده ليه؟ مش ده رأي الناس؟ هو ده في الحقيقة رأي ربنا، ربنا أجراه على لسانهم. فبلاش تنظر للرسائل اللي بتيجي عن طريق الخلق
نظرة فيها تسطيح، دي رسائل من رب العالمين ليك، كلها دعم وكلها تواصل، تقدر تغذي بيها احتياجك، بس تقف عليها وتشوفها بقلبك. ربنا من أسماءه البر، قاله هو العطوف على عباده ببره ولطفه. الله أهل البر والعطاء، يحسن لعباده في الأرض والسماء. وكأن الله بيقول لك أنا بسندك وبدعمك في كل لحظة في حياتك، سندي ليك متغلف بالعطف والرحمة واللطف. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. أنا معاك في كل مشاكلك، في كل أزماتك، أنت اللي مش شايفني، بس لو الناس كلهم اتخلوا عنك أنا قريب منك. الله البر، قالوا من عطفه على العبد وقت المشكلة يغفر له بيها ذنوبه ويكتب له بيها حسنات ويطهره ويعلي مقامه في الجنة ويقربه منه. الله البر، قالوا عنه البر المحسن الرحيم كثير الرحمة، الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب. معاك وجنبك وقريب منك، قريب منك بعطفه، ومحوطك في كل أزماتك ببره.